محافظة الحديدة مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، التطورات اليوم هي من جنوب هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية، خسائر فادحة وقتلى في صفوف هذه الميليشيات الانقلابية. نعم روبرت، تتجدد الاشتباكات من حين لآخر، آخرها تجدد الاشتباكات في الساعات السابقة في الجهة الشرقية لمدينة الحديدة، وكذلك امتدت هذه الاشتباكات حتى لتشمل الجهة الجنوبية، ووسط سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية من جراء قصف مقاتلة التحالف العربي وشنها غارات عديدة على مواقع في محيط مدينة الحديدة، وكذلك في بعض استهدافها لبعض التعزيزات القارمة في والمواقع التي تقع في مديرية الحالي، وكذلك أيضا تم تدمير في تحيت أحد مخازن الأسلحة للميليشيات الحوثية، وأيضا تم تدمير مربض للمدفعية التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في مزارع تقع جنوب غربي مديرية تحيت، وأيضا تدمير بعض الآليات التي تتواجد الميليشيات الحوثية وتحاول الميليشيات أن تتسلل باتجاه الخط الرئيسي لمنع وتخفيف الضغط باتجاه الجبهات المتقدمة، وكذلك تقوم الميليشيات الحوثية بعمليات تهجير قسرية للمواطنين، وحتى هذه اللحظة وحسب جدول توثيقي لبعض الناشطين والناشطات في مديرية حيث تم تهجير ما يقرب من 1300 أسرة من قرى وعزل هذه المديرية التي تقع في القرب من مديرية الخوخة. المهجرون قسرا ذهبوا باتجاه مركز المدينة المحرر وأيضا باتجاه الخوخة، وباتجاه بعضهم سلك الطريق المؤدية إلى عدن، وهنالك حالة احتقان شديدة يعاني منها هؤلاء المواطنون الذين لا يجدون مساكن يسكنون فيها، وتتفاقم معاناتهم من جراء هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية. وأيضا تمتد الهزائم في صلب الميليشيات الحوثية إلى عدة جبهات، وقتل في جبهة مقبنة وبالتحديد في منطقة عقبان 5 من عناصر الميليشيات، وكذلك امتدت في الهزائم والخسارات الكبرى في صفوف الميليشيات إلى الملاجم في محافظة البيضاء حيث قتل 6 عناصر، وأيضا جرح 3 من عناصر الميليشيات في عمليات قصف لتعزيزات كانت تحاول أن تتقدم باتجاه ملاجم، وتقوم هذه الميليشيات الحوثية في الأثناء بمحافظة صنعاء بعملية اعتقالات وحملات اعتقالات واسعة للمرتدين الغربي لليمن. شكرا جزيلا لك.